سأل عن أحسنة ودوّر وعرف أكو حصان كلش غالي، بس الملكة ما جابت له ولا ولد. كان كل مرة ينقهر، أخذوها أمر الملك أن يأخذوها الحراس ويسجنوها. مريضة علينا، قالت له يا رجل. بدأ حبي من أنا وصغير للقصص كان من خلال تشجيع أمي للكتب والقصص الكثيرة اللي كانت تشتغيها لي، ومن عندها حكي جدتي للقصص، حكي القصص الأيام زمان مال أهل الموصل اللي كلها خيال ودامي وهالسوالف، فهذا الشيء كله اشترك أثر بنفسي، ولحد الآن بقي حب هاي القصص بقلبي واهتمامي بيها. أنا اتجهت لهذا الاتجاه لأن بداخلي أريد أقدم الرسالة، والرسالة اكتشفت أنه ممكن أن توصلها بأفضل حالة بأفضل صورة وتأثير عن طريق القصة، لأن الناس من راح يتأثرون بشيء راح يبقى هذا الشيء ذكرى بقلبهم بدماغهم أنه كن سمع هكذا شغلة، فأكيد راح يطبقها في يوم بأيام بحياته سواء للكبار أو للصغار. القصص اللي بيها مغزى اللي بيها معنى كبير أكيد راح تترك أثر كلش كبير. طقت اللعبة وطلع منه طفل عمره سنتين أو ثلاث، يأخذوها الحراس ويسجنوها. بعد فترة عرفوا إن هاي المغزى هي نفسها إياه.